بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المحصومين المنتجبين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من يوم السقيفه الى قيام يوم الدين احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله أحبائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وإسك السلام وهذه الحلقات حقيقة أحبائي المشاهدين المخصصة بأجوبة الأسئلة المطروحة من حضراتكم عبر الفيسبوك أيضا أحبائي المشاهدين نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ أحمد دريس الاحسائي حياكم الله سماحه الشيخ الله يعيدك ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله, الله سماع الشيخ الله أنا الله شرفتنا بالخدمة حبيبي الله إن شاء الله. الله يحفظكم أيضا أحباء المشاهدين آه السؤال حقيقة المطروح من الأخ محمد ابو جاسم العلوي يقول <applause> الاخ محمد سماحه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا عليكم السلام عليكم يقول نرجو التواصل حول مرض البروستات وبالاخص وصفه اليقطين يعني احنا كانت عندنا حلقه سماحه نعم الشيخ مثل ما تعرفون اي نعم مختصه بالبروستات عرضت نعم طبعا نعم على قناه المهدي لكن يقول وصفه اليقطين صحيح نعم ألم بالنسبه الى علاج البروستات يعني كما اشرنا في تلك الحلقه حول سبب هذا المرض اشرنا الى انه الجماع على امتلاء والشبع يسبب هذا المرض ترك البول على الجنابه النوم على الظهر بعد الجماع ترك البول على الجنابه النوم على الظهر بعد الجماع قله الجماع حبس المني والممانعه من خروجه هذا الاشياء اللي تسبب هذه كلها اسباب البروستات أيه نعم, نعم. فاذا وكل شيء يعرقل عمليه هضم الطعام كذلك يسبب يعني كثره مثلاً الاكل مثلا كثره الاكل كثره الاكل او فعرق الهضم اي نعم او تلوين الطعام مثلا الاطعمه الملونه نعم. يعني كلها اسباب لهذا المرض الهضم نعم نعم يعني ذكرنا هذا الامر سابقا نعم, نعم. وهو يريد العلاج العلاج الأهم الحمد يقرأ الحمد في الجيب أو في الزيج بتعبير الشعبي نعم. سبعة إلى سبعين مرة الصدقة بيده أما قضية وصفة اليقطين وصفة اليقطين أن يأخذ بذر اليقطين ثم يطحنه ثم يأكل منه في اليوم ملعقة متوسطة نعم. هذا بالنسبة لعلاج وصفة العلاج بوصفة اليقطين أه، توجد علاجات اخرى بان هذا المرض من الامراض البارده فالعلاج يكون بالامور الحاره مثلا التدهين تدهين ناحيه البروستات أه، معروف الحجامه جدا نافعه العسل والحبه السوداء جدا نافع لهذا لعلاج هذا المرض وكثير من العلاجات المختلفه بما انه اراد الوصفه التي ترتبط باليقطين انه يطحن اليقطين ويأكل منه في اليوم ملعقه متوسطه، هذا بالنسبه الى علاج البروستات بالاخص في وصفه اليقطين. نعم، نتمنى انه الاخ العزيز استمع الى جواب سماع الشيخ، ايضا سماع الشيخ سؤال اخر من الاخ العزيز محمد العايش اعتقد من العراق يقول انا اشكو من الم في اقدامي في الليل. والالم يقع تحديدا في كرشه الرجل الرجل نعم سمع الشيخ نعم الان لا نعرف يعني تفاصيل عن المريض لكي نعرف بصوره دقيقه ما هي العله نعم. لهذا الوجع كعلاج عام سمع لكن ممكن يكون ان الاختلال في جريان الدم اما لغلظه الدم او لفقر الدم يسبب هذا الالم في كرشه الرجل بالاخص في تلك الساعات اللي جريان الدم يقل في حاله النوم المهم اذا كان قضيه غلظه الدم او فقر الدم امور عامه موجوده مثلا حجامه الساقين جدا نافع لرفع الالم لكن بحسب شرائط المريض تدهين بزيت الحبه السوداء جدا نافع لقضيه الالام المفاصل او في اي نقطه من البدن بالاخص الالام التي تظهر في الليل لانها نعرف ان منشاها منشا بروده طبخ العناب وشرب مائه جدا نافع يعني ياخذ مقدار من العناب مثلا عشره من العناب في قدح ونصف من الماء ثم يطبخ ويصفى ويشرب في الليل مثلا بمقدار قدح مع العسل افضل فهذا جدا نافع لانه يصفي الدم او يرقق يعطي نوع من الترقيق للدم لتسهيل جريان الدم ورفع الالم ان شاء الله لكن اذا كان سبب الالم من فقر الدم اكل الكراث جدا نافع, نافع. نافع. لازاله فقر الدم اكل لحم الغنم بصوره كباب يعني شوي نعم. إيه هذا الذي اشتكى عند الامام سلام الله عليه جاء للامام وجهه مصفر فقال الامام ما بالك فقال اشكو من فقر الدم قال عليك باكل الكباب الامام سلام الله عليه عبر عن الكباب المهم اكل لحم الغنم لا لحم البقر، كما قلنا لحم البقر هو داء ولبنه دواء، فاذا عليه باكل لحم الغنم بالاسبوع ثلاث مرات اقلا يعني بالاسبوع ثلاث مرات ياكل لحم الغنم. كذلك يوجد دواء نافع عن الامام رضا عليه السلام، دواء نافع لقضيه رفع الدم وجدا جدا نافع هذا الدواء. لرفع فقر الدم بل لرفع جميع آلام الدم يعني ما تخص بأمراض الدم فهذا الدواء نافع هو تركيبة خاصة موجودة في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا بالنسبة الله إلى هذا العلاج نعم الشخص. علاج الأخ محمد العايش أعتقد إن شاء الله وصل لك بصورة صحيحة وإن شاء الله قاعد تابعنا الله يبارك فيكم إن شاء الله أيضا سمع الشيخ سؤال من الأخ عقيل الواسطي من العراق يقول البارحه شفت حلقه علاج بالحرمل وينشرب بكوب ماء بس ما عرفت الحرمل يتفور بالماء او لا الان في قضيه الحرمل فانه جدا نافع له فوائد كثره نعم. في روايات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وانه طبيعته حاره فهو نافع للامراض البارده الان لكن هناك شروط لاستخدام هذا الدواء العزيز المشاهد التفت إلى هذه المسألة جدا مهم أولا عدم الطحن فلا يجوز طحن وأكو أكو هناك وصفات يعني في الطب الشعبي موجودة أن يطحنون كذا لكن في رواية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم يمنعون من طحنه إنما يقول يقولون يفرك باليد ويستف سفا يعني حتى عدم العلك يعني أن تجي تعلك هذا الحرمل ممنوع لأنه مادة سامة ثانيا ممنوع للنساء الحوامل ان مراه حامل تجي تصرف الحرمل هذا يسبب اسقاط الحمل فخطر جدا ممنوع لمن عنده ضغط في الدم لانه يرفع الضغط فاذا كن الانسان يلتفت الى حالاته بعد او المعده الحاره او الضعيفه اللي ما تتحمل فممنوع ان يصرف الحرمل تاخذ منهم مقدار بمقدار ملعقة متوسطة في الليل ثم تنظفه من الحصو او مثلا من التراب كذا ثم تستفه سفا تستفه سفا كما في الرواية يعني تفركه بيدك عن التراب وتبتلعه كما تبتلع الحبوب نعم. هكذا في الليل ملعقة متوسطة ذلك بحسب حالة المريض او بحسب حاله الاستخدام لماذا يريد ان يستخدم لابد ان نعرف ثم نجوز له هذا المقدار وهو نافع لمثلا الام المفاصل التي منشاها منشاه البروده او ضعف الحافظه مفيد نافع لهذا المعنى فاذا لابد من مراعاه شروط استخدام الحرمال. بارك الله فيكم احسنتم طيب الله انفاسكم ايضا سؤال اخر سماحه الشيخ من الاخ العزيز علي حسين من سلطنه عمان. نعم. يقول ان سماحه الشيخ في برنامج طب اهل البيت طرح علاج تقطير البول والعلاج هو بماء المطر يقرا في ماء المطر سبعين مره سوره الحمد وذكر ايتين يعني حضرتكم ذاكرين ايتين بعد صح. الحمد ما صح. هي الايتين نعم. نعم عده امور يعني في كيفيه العلاج بماء المطر لكن تتميما للفائده مره اخرى اشير الى فوائد ماء المطر بالاخص ماء الانسان نعم. جدا جدا نافع ومذكور في طب اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الان حينما ناتي الى هذا العلاج الذي ورد في تراث اهل البيت عليهم الصلاه والسلام تقول الروايه رواية طويلة يعني يقول روي عن جعفر بن محمد عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: علمني جبرائيل دواء لا احتاج معه الى طبيب فقال بعض اصحابه نحب يا رسول الله ان تعلمنا يعني علمنا هذا الدواء فقال يؤخذ بنيسان يعني ماء نيسان ماء مطر نيسان في أيام نيسان هذا المطر تلمة نعم. في ظرف نعم آه يقرأ عليه فاتحة الكتاب هاي الأولى سبعين مرة وآية الكرسي سبعين مرة وقل يا أيها الكافرون سبعين مرة وسبح اسم ربك الأعلى سبعين مرة والمعوذتان والإخلاص كل واحد سبعين مرة إيه ثم يقرأ لا إله إلا الله سبعين مرة والله أكبر سبعين مرة أكو رواية هاي الأمور ما موجودة لكن تكمله لا إشكال أن الإنسان يكمل نعم. إيه ثم يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة إلى سبع سبع سبعة أيام سبعة أيام يداوم على شربه جرعة في العشاء وجرعة غدوة صباحا يعني على الريق سبعة أيام متواليات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا إن الله يدفع عن من يشرب هذا الماء كل داء وكل أذى في جسده ويطيب الفم ويقطع البلغم ولا يدخم إذا أكل وشرب ولا تؤذيه الرياح ولا يصيبه فالج ولا يشتكي ظهره ولا جوفه ولا سرته ولا يخاف البرسام ويقطع عنه البروده ويقطع عنه البروده وحصر البول ولا تصيبه حكه ولا جدري ولا طاعون ولا جذام كثير من الفوائد لهذا الماء لكن بشرط ان يقرا عليه هذه الايات وهذه الاذكار ان شاء الله له هذه الفوائد ونحن راينا يعني بالعين راينا لبعض الامراض مثل الذي لا يملك ذريه من خلال العمل بهذه الوصفه الله تبارك وتعالى رزقه الذرية، فإذا هذا بالنسبة إلى العلاج بماء المطان. أحسنتم، نتمنى أنه الأخ علي حسين من سلطنة عمان يعني فهم الجواب إن شاء الله تعالى. أيضاً لدينا سؤال آخر سماحة الشيخ من الأخ علي جبار من العراق يقول نحن رياضيين نلعب في الدوري العراقي لكرة القدم وكثير ما تحصل إصابات في مفصل الركبة وخاصة الأربطة. والاوتار للمفصل ونذهب للدكتور بتعبيره هو يقول كل دكتور يعطينا اشكال والوان من الادويه والعلاجات ولكن ما بيها فائده فاتمنى ان تطرح السؤال حول اصابه الركبه وخاصه الغضروف والاربطه والاوتار كثيرا ما نصاب بتمزق. سماحه الشيخ راح تجاوبون ان شاء الله على الاخ الله. علي جبار لكن بعدها نطلع فاصل ونرجع لخدمتكم. احبائي <applause> المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله. حياكم الله احبائي المشاهدي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم وبرنامج طب اهل البيت فضيفي الكريم سماحه الشيخ احمد ريس الله, الله حسائي حياكم الله سماحه الشيخ الله يعيد ان شاء الله محمد طبعا قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال الاخ علي جبار من العراق طبعا الاخ علي جبار يلعب في الدوري العراقي لكره القدم مثل ما ذكرنا سماحه الشيخ عنده الام بالركبه والمفصل قبل أن نجيب على هذا السؤال يعني أنصح الإخوان يعني بالأخص الشباب نعم. بأن يختاروا رياضة مناسبة بحيث تساعد على سلامة البدن لا تخريب البدن نعم. وكرة القدم ليست رياضة مناسبة واقعا يعني نعم. لسلامة البدن وإن كان يعني لها منافع أخرى يعني الشباب يحبون كرة القدم لكن ليست رياضة مناسبة لأن كثرة الركض والتحرك بالاخص في المناطق الحاره تسبب تحليل الاعضاء مثل الكليه مثلا تنظار وتجعلها في معرض التلف بالاخص اذا مناطق حاره وتحرك شديد يكون على الدوام هذا يسبب مضره للاعضاء الداخليه في البدن تحلل هذه الاعضاء وجانب اخر الاصابات في العظام والمفاصل بعضها قابل للعلاج وبعضها ليست يعني قابلة للإصلاح أو إرجاعها إلى ما كان سابقا كنا التفت إلى هذا القضية لأن كرة القدم يعني واقعا ليست رياضة مناسبة لسلامة البدن الآلام اللي حصلها الإنسان من هذه الرياضة ممكن لا تعوض بشيء أبدا لكن توجد يعني بعض العلاجات النافعة لتقوية المفاصل والعظام في روايات أهل البيت عليه السلام من جملة هذه الأمور مثلا السويق السويق جدا جدا نافع كما قال الإمام الصادق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم فإذا الإنسان يقدر يستفيد السويق السويق كما ذكرنا سابقا تأخذ مقدار مثلا عندنا سويق الحنطة سويق الشعير مثلا سويق الآرز ما عرف سويق التفاح سويق التمر العجم هاي الغبيراء هذه كلها نافعة لقضية تقوية العظام وإنبات اللحم فيستطيع فيست الإنسان يستخدم السويق يوميا ملعقتين فهي نافعة جدا لتقوية العظام الآن كيفية صناعة السويق يعني هذا السويق مثلا سويق الحنطة يجيب لك طحين الحنطة مع السبوس يعني القشرة اللي عليها مطحون يعني بس يكون يصير مو مغير مثلا الوراثي ما متغير الجينات متغيرات الطعام المهم تجيب لك صاحي طبيعي وتحمصه يعني داخل ظرف على النار بنار بي هابطه جدا خلال ساعه ساعتين بس يصيبه حراره بتعبيرنا نسهسها نعم. هذا يصير سويق يعني بهذا الترتيب لكن غالبا اظن انه ما يعرفون يسوونه خاف يحرقونه او لا يستطيعون أن يصنعونه صناعة جيدة المهم السويق نافع اللبن جدا جدا نافع لتقوية العظام اللحم لحم الغنم جدا نافع التين أكل التين بالأخص هؤلاء الذين ابتلوا بهشاشة العظام جدا نافع لهشاشة العظام السلق نافع لتقوية العظام والمفاصل الغبيرة هذا تمر العجم كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لحمه للحم وجلده للجلد وعظمه للعظم نافع جدا تدهين الركبة بزيت الحبة السوداء ليليا لتخفيف الآلام جدا نافع والاستراحة المطلقة يعني في قضية آلام المفاصل آلام العظام لابد من الاستراحة ال المطلقة هذا بالنسبة للعمومات بالنسبة لعلاج هذه الأمور الآلام التي تصيب الإنسان في ركبه مثلا أو في عظامه في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحسنتم سماحة الشيخ طيب الله, الله وبارك الله بكم أيضا سماحة الشيخ لدينا سؤال حقيقة من الأخت لمار الفيلي تقول أريد أن تسأل الشيخ عن علاج البواسير الدموية وعلاج الكلى وعلاج الحكه بالجسم يعني ثلاث امراض نعم. سابقا تكلمنا حول البواسير يعني علله نعم. وعلاجه لكن لا اشكال ان نطرح مره اخرى المؤمنات من البواسير الغبيراء فهو مؤمن يعني الانسان ان استمر بأكل الغبيراء يعني تمر العجم بتعبير اللهجة العراقيه يوميه سبعه منه ياكل من التمر العجم فهو يقطع البواسير تمر البرني ممكن موجود في مناطق مدينه الرسول الاكرم صلى الله عليه نعم. واله وسلم الاستنجاء بالسعد الكوفي ان ياخذ مقدار من سعد الكوفي يطحنه بعد ان يخلص من عمليه بيت الخلاء يمسح مقدار من سعد الكوفي على المحل جدا نافع الجزر الطبيعي الاصفر في فصله يكون مو على طول يعني الان صيفا وشتاء موجود لكن هو في الشتاء موجود هذا. فهذا جدا نافع، شرب ماء نيسان كما ذكرنا عن ماء نيسان بقراءة الآيات والادعية وقضية الاذكار. بعد التين جدا وهو كذلك علاج، التين هو علاج وهو مؤمن وهو علاج. الكراث جدا نافع وهو يقطع النزيف. في أي منطقة من البدن إذا كان نزيف مستمر إما أن تضع الكراث على المحل وتأكل من الكراث يعني كثرة أكل الكراث يقطع النزيف آه، الآن العلاج العلاج عندك تجيب الكمون الملوكي مقدار مع الجوز بالسوية مطحون تطحنهم سوية وتأكل منه ملعقتين يعني كبار يعني ملعقة كبيرة في الليل وتستمر به يعني عدة أيام ممكن أربعين ليلة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول الانخواء والجوز يحرقان البواسير حرقة إذا كان منشأ البواسير من البرودة لأن في بعض الأحيان منشأ البواسير من الحرارة وفي بعض الأحيان منشأ البواسير من شدة البرودة فإذا لابد أن نعرف أن من شدة البرودة أم من شدة الحرارة لكن غالبا أنها من شدة البرودة يعني قليل يعني وإن كان الحجامة نافعة جدا على نقطة في, العصعص على محل العصعص جدا نافعة لقضية علاج البواسير أكو دواء نافع للإمام الرضا عليه السلام بتركيبه خاصة موجودة هذا التركيب بعد تضع على محل البواسير لقطع النزيف عسلا في الليل إلى الصباح ليلية يعني تكرر هذا العمل وهو جدا نافع الحمد والصدقة أصل العلاج الحمد في الجيب سبعة إلى سبعين مرة الإمام الصادق يقول أنا ضامن العافية لمن يفعل هذا والصدقة من المأكولات باليد إلى الفقير وطلب الدعاء منه فهو يصنع المعاجز فإذا إذا الإنسان يريد شبه المعجزة أو المعجزة فليعمل بوصفة الحمد والصدقة فجدا نافعة لكن بالنسبة إلى مقطع الثاني من الجواب اللي تحتاج إلى قضية علاج للكلى سنعرف ما أعرف أن شنو مشكلة الكلية لكن رواية أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أن كل مشاكل الكلى تأتي من البرودة إذا ازدادت عليها البرودة فتكثر الآلام عليها نعم. ولهذا أكو أمور أهل البيت عليهم السلام أوصوا بها لابد الحمية من, من المأكولات ذوي الأطباع الباردة مثلا مثل الزبادي مثل الطرشي مثل الماء البارد البيبسي شرب الماء البارد أو شرب الماء البارد مخصوصا على الريق مم. هذا يضر بالكلى صباحا اي صباحا كثرة شرب الماء مضر بالكلية كما يقول بعض الأطباء الغربيين يقولون بأن شرب الماء هو نافع للبدن نحن نقول شرب الماء بحسب الشخص إذا عطش الإنسان فيشرب الماء إذا ما عطشان خم مو مجبور يشرب الماء يقول لك حتى لو ما عطشان اشرب ماء لا لا أهل البيت عليهم السلام يقولون ما دام الإنسان ليس عطشان لابد أن لا يشرب الماء نعم توجد حالات طارئة الإنسان يحتاج إلى شرب الماء ذكرت تلك حالات طارئ لكن بالحاله الطبيعيه ما دام الانسان لا يعطش لابد ان لا يشرب الماء. بعد تدهين الكلى بزيت الحبه السوداء ليليا نافع لالام الكليه. آه الكم الكمون الملوكي مع الجوز كما اشرنا الى وصفتها فهي جدا نافعه في الليل ملعقتين، جدا نافعه لالام الكليه. آه الجزر فهو نافع، الغبيراء تمر العجم إزالة الشعر الزائد بالنورة مو بالشفرة مثلا لا بالنورة فهو جدا نافع لكثير من الآلام بالأخص مثلا عدم الإنجاب للذرية وبالأخص بالنسبة لآلام الكلية فهو نافع لا. هذا بالنسبة للمقطع الثاني من الجواب أما المقطع الثالث الحكة في البدن علتها زيادة الحرارة في البدن يعني مزاج الصفراء قد ارتفع عند هذه هذا الشخص، فإذا علاجه بماذا يكون؟ بالضد يعني بالاشياء الباردة. نعم. اجتنب من الاطعمة ذو الطبيعة الحارة مثلا كالبهارات مثلا. ما ادري الاطعمة المعلبة، ما اعرف الاطعمة المطبوخة بالزيوت مثلا جدا هذا يزيد الحكة على الانسان. مسح امسح على المحل دهن البنفسج لازاله الحكه كذلك الحجامه بين الكتفين جدا نافع لازاله الحكه يعني مرحلتين او ثلاث مراحل في وسط الشهر القمري فهو يزيل الحكه لكن ذاك بحسب شرائط المريض يعني الغسل ليله اول شهر رمضان في رواياتنا تزيل على الانسان الحكه يعني أول ليلة من شهر رمضان إذا الإنسان يغتسل الله تبارك وتعالى ببركة هذا الغسل في أول ليلة من شهر رمضان يزيل عنه الحكة من بدنه ماء السماء ماء المطر الذي ذكرناه فهو نافع لإزالة الحكة من البدن هذا بالنسبة إلى جواب هذه هذا السؤال أحسنتم سماحة الشيخ بارك الله فيكم طبعا أنوه أحباء المشاهدين انه كل العلاجات اللي يذكرها سماح الشيخ قد تكون تسمياتها غير معروفه لدى حضراتكم، لذلك انا دائما اقولها حتى الاخوه المشاهدين اللي موجودين، نعم. راجع اقرب عطار راح يفيدك اكيد راح يفيدك، التسميات معروفه لدى العطارين ولدى المتخصصين بطب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. حقيقه بعض المشاهدين الكرام الله يحفظهم ان شاء الله يعني من ينطون السؤال يريدون الجواب بسرعه. احنا يعني سماح الشيخ ايضا مشغول ولديه اسئله كثيره حقيقه اه يعني بهذا الصدد صدد طب اهل البيت اه لذلك نستمعكم عذرا عن التاخير في الجواب على الاسئله سماح الشيخ انتهى وقتي الله يحفظك ان شاء الله, شاء الله بالخدمة حبيبي شكرا لكم الله يهديك بجاه محمد واله محمد على الله اسال الله لكم الصحه والعافيه ولجميع المشاهدين ان شاء الله بحق الله امير المؤمنين سلام الله عليه بارك, بارك الله, الله فيك سمع الشيخ احمد دريس الاحسائي شكراً بالخدمه لكم. حبيبي الله يحفظه نعم احبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج طب اهل البيت على امل اللقاء بكم في حلقه اخرى تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته